اسمع عندي وليا زهقت والله من الطعمية. معلش يا مراد رمى في الخنقة وبعد شبين عيشة سودة وزي الطين حد يقول لي اعمل ايه يعني ما فيش عشرة جنيه تفتكر اكل بيهم ايه اكل ردة ولا ديع لو المنطقة كتر خيرها جاية وعاملة معايا تحقيق يوم التلات الصبح بدري بعتولي جواب على الشغل بتاعي بيقولوا فيهم من غير داعي يوم التلات الصبح بدري جاي وروح على المنطقة ظهري طلع هناك عمك فكري جاهز يا جماعه التحقيق مسوس عايز يتنظف بكف جيب الفول بعشرة جنيه شو سهل اللي هلاقيه هاكل وكاني بعرفه بهاك الشهد بجد رف عيشة سودة وزي الزفت ولا جوازي كمان ده حكاية علشان اتجوز رحت اتسلفت حاكم الجواز ده مهم ضروري ومن فتنة على نفس اللي خد ستات وولاد ميين الشارع لابسين نفسي وادي بداهية وزي الزفت اديني اديني خد في مرة اشطاني جيري خد في مرة اشطاني جيري ولا نفسي بسرعة عرفت قلت يا واد اتجوز يلا ورحت في الدنيا كتبت ولا الشغل بتاعي كمان حاجة والله جايبة جنان لو اقول كلمة تكون بالفعل يقولوا عليا ده واد فنان ولو اقول الحق يقولوا مالكش ما بيننا مكان شفت كتير انا وتعذبت وحبة كمان الست حامل الست حامل والد تعبان رجلي وطلع ورحت وراح الدكتور ورجلي وطلع وقف وابور شفت كتير انا وتعذبت قهرت زهقت بجد قرفت عارفين احنا عايزين ايه؟ عايزين ايه؟